يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه لا يجوز إطلاق الكفر على الكافر بعينه، فهل هذا صحيح؟ نحن والنا للظاهر، نحكم على الناس فيما يظهر لنا، فمن فعل الكفر حكمنا بكفره، من فعل الشرك حكمنا بشركه أنه مشرك، وعاملناه معاملة الكفار والمشركين. أما أننا نقول في الآخرة هو من أهل النار، هذا عند الله جل وعلا، ما ندري، أمور الآخرة عند الله، أما أمور الدنيا فنحن نحكم عليه في الظاهر فيما ظهر لنا منه من قول أو فعل، نحكم عليه بذلك، وأما حكمه عند الله فهذا لا ندري عنه. نعم.